بشكل عام الطفل لما يكون في كنف أسرة يكون الجانب النفسي، حتى بغض النظر أنه يتيم، يكون الجانب النفسي وشعوره بالأسرة يكون أعلى جدا. نعم. يعني يصبح كل ما تعرض إلى أساليب تربية وتشجيع وعدم إحساسه بهذا اليتم، وأن يكون هو وإن يرعى فيه الله في التربية، فينبت نباتا حسنا. لكن نعم. عندما يكون في المؤسسات، يعني المؤسسة بتتعامل معها بشكل مادي أكثر شيء، يعني بتحاول توفر لها الإمكانيات المادية، المواصلات، الملابس، لكن لا تستطيع أن توفر الأمان العاطفي. صعب جدا أن المؤسسة توفر العاطفة، توفر الإمكانيات المادية ولكن لا تستطيع أن توفر العاطفة. هذه هي المشكلة، وهذا الفارق في اليتيم اللي ينمو أو يتكون ويترعرع داخل أسرة، سواء حتى لو كانت يعني أسرة أحد أقربائه، أو يتيم يتكون داخل مؤسسة، حتى لو نما وترعرع داخل أسرة ليست من أقربائه، يعني نعم. كفلوه فقط، فينمو طيب. بشكل أفضل، لأنه يستطيع أن يشعروا بالأمان العاطفي. لكن في المؤسسة صعب، أن لا يستطيع أن يشعر بالأمان العاطفي داخل مؤسسة. نعم.